الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم نحضر معكم مغربه البهله بالشوكولا والفول السوداني او الكاوكاو. كتجي زوينه وكتجي لذيذه. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزوا لتقديم المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا جوج كيسان ديال الزيت النباتي، عندي كاس ديال الزبده، هي مذابه ذوبتها من الاحسن اللي كانت من اصل حيواني، عندي كاس ونص ديال السكر حبيبات او السكر سنيده. يا كديروا جوج كيسان، ولكن انا نقصت الحلاوه، يعني اللي بغى الحلاوه اكثر يقدر يدير جوج كيسان ديال السكر. عندي كاس ديال الجنجلان محمر، وعندي جوج كيسان ديال الفول السوداني او كاوكاو، هو الكاس الثاني ما عامرش مزيان، خاصو واحد شويه، راه محمر ومطحون وخليته بحال هكايا، ما طحنتوش مزيان، خليت فيه طريفات. وعندي واحد تقريبا 100 غرام ديال الشوكولا ديال كوكيز او الشوكولا فيرميسيل. عندي جوج اكياس ديال الكاكاو المر، عندي ثلاثه الخمارات ديال الحلوى، وعندي شويه الملح. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. من طبيعه الحال دقيق اللي غادي يجمع ليا العجين، انا غنقول لكم شحال من بعد. دابا غندير كاع دوك المواد السائله، وغنخلط كل شيء. نخلط كاع المكونات حتى نسجموا ليا مع بعضياتهم. دابا غنضيف هذوك الاكياس ديال الكاكاو، ها هو من بعد ما خلط. دابا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجين. هيا هزات معايا شي كيلو ديال الدقيق او كيلو لارو تقريبا، وانتم الا بغيتوا تضاعفوا الكميه كتضوبلوا المقادير. انا من بعد ما دخلت في هذاك الدقيق حتى كتقلبوها بحال هكا كتلقاوها ولات تجمع بحال هكا. من بعد غادي كلها ندوزها في هذه الحكاكه، هذه هي اللي غتقوم ليا بالدور ديال التليك بهذا الشكل. انا غادي ندوز كل شيء وعاد نرجع معكم بهذه الطريقه، كتجي غريبة أكثر من هائلة. من بعد ما دوزتها في الحكاكة كاملة تولات لي بهذا الشكل مرملة. دابا غنضيف فوق من هذيك الشوكولا وغادي نخلط كلشي بهذا الشكل حتى تنسجم، هذيك كلها تخلط. دابا من بعد ما جمعتها عندي واحد الصفيحه ديال الفرن دهنتها بالزيت وغبرت عليها واحد شويه الدقيق باش ما تلصقش. ودابا غنبدا نشكل فيها بهذا الشكل. الحجم كتحكموا فيه نتوما اللي بغيتو، بغيتهم كبار او صغار بحال هكا، كتبقاو تبركوا عليهم باليدين ديالكم بهذا الشكل. كنبقى نقاد فيها
دابا نبدا نحط في نشكل ونحط حتى نكمل كلشي هذا الشكل. معكم بسهولة ودابا غنبقى غادي على هاد الطريقة حتى نكمل كلشي. هاي من بعد ما شكلتها غادي ندير هذا في الفرن على درجة حرارة 180 وغنشعل عليه من الفوق هو الأول حتى تشقق كلها تشقق، وعاد أنا غنشعل من تحت ومن الفوق. اللي عنده الفران ديال الغاز يدير في الجهة اللي فيها العافية تحت منه، ومن بعد يدير عاد طيبه من تحت طيبه من الفوق هو الاول. ها هي كيف ما قلت لكم كنشعلوا عليه كندخلوه الفوق هو الاول، ومن بعد عاد تتحمر من الفوق وتشقق، عاد من بعد نهبطها لتحت. انا من بعد ما كملت غريبه البهله بالشوكولا كتجي بهذا الشكل، كتجي زوينه بزاف واكثر من رائعه ديال تحمير الوجه كيف ما كتشوفوا، كتخرج واحد الكميه اللي كثيره بهذه المقادير اللي عطيتكم كيف ما كتشوفوا كيف ما كتجي. ونتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وتجربوا الغريبة، وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله.